السيد سعيد أمزازي والي جهة سوس مس، السيد محمد مهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات، السيد فريد شراق والي جهة مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. استقبل جلالة الملك محمد السادس حفظه الله يوم السبت 28 أكتوبر الولاة والعمال الجدد، ويتعلق الأمر بثلاث ولاة سبق لهم العمل بجهة طنجة تطوان الحسيمة: السيد سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير الدوتنان. الله يعاون قالك سيدي، الله يصلحك ويرضى عليك سيدي. السيد محمد مهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات وعامل عمالة الدار البيضاء. الله يبارك عمر سيدي، الله يعاون قالك سيدي، الله يصلحك ويرضى عليك سيدي. السيد فريد شراق والي جهة مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش. الله يبارك عمر سيدي، الله يعاون قالك سيدي، الله يصلحك ويرضى عليك سيدي. السيد يونس التازي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل عمالة طنجة أصيلة. الله يبارك عمر سيدي، الله يعاون قالك سيدي، الله يصلحك ويرضى عليك سيدي. السيد علي خليل والي جهة الدخلة والذهب وعامل إقليم والذهب. الله يبارك عمر سيدي، الله يعاون قالك سيدي، الله يصلحك ويرضى عليك سيدي. السيد عبد الرزاق المنصوري عامل إقليم تطوان. الله يبارك عمر سيدي، الله يعاون قالك سيدي، الله يصلحك ويرضى عليك سيدي. السيد حسن زيتوني عامل إقليم الحسيمة. الله يبارك عمر سيدي، الله يعاون قالك سيدي، الله يصلحك ويرضى عليك سيدي. السيد جمال الشعراني عامل إقليم الناظور. الله يبارك عمر سيدي، الله يعاون قالك سيدي، الله يصلحك ويرضى عليك سيدي. السيد عبد الله جهيد عامل إقليم ورزازات. الله يبارك عمر سيدي، الله يعاون قالك سيدي، الله يصلحك ويرضى عليك سيدي. السيد إسماعيل هيكل عامل إقليم تنغير. الله يبارك عمر سيدي، الله يعاون قالك سيدي، الله يصلحك ويرضى عليك سيدي. وقد أدى العاملان الجديدان السيدان عبد الله جهيد وإسماعيل هيكل القسم بين يدي جلالة الملك. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أكون مخلصا، أن أكون مخلصا لديني، لديني ولملكي، ولملكي ولوطني، ولوطني، وأن أؤدي مهمتي، وأن أؤدي مهمتي بصدق وأمانة، بصدق وأمانة. تعلق الأمر بثلاث ولاة سبق لهم العمل بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في مقدمتهم الوالي محمد مهيدية الذي كان يشغل مهمة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، والذي عين وليا على جهة الدار البيضاء السطات، العامل السابق لإقليم الحسيمة فريد شوراق، والذي عين وليا على جهة مراكش أسفي.
العامل السابق لعمالة تطوان يونس التازي الذي عين وليا لجهة طنجة تطوان الحسيمة. طبعا التعيينات الجديدة الولاء والعمال الجدد تكتسي أهمية بالغة، فتعيين الوالي إمهيدية جاء بالموازاة مع انطلاق عدد من الأوراش بجهة الدار البيضاء سطات، حيث سبق للوالي إمهيدية الإشراف على إنجاز أوراش مماثلة بكل من مدينة الرباط وطنجة، ومعروف عنه التتبع المكثف واليومي للمشاريع والبرامج التنموية التي يتم تنفيذها على المستويين الوطني والمحلي. أما تعيين يونس التازي واليا على جهة طنجة تطوان الحسيمة فقد أملته العديد من الأسباب، أبرزها قضاء الرجل أزيد من 5 سنوات كعامل على إقليم تطوان، وبالتالي فقد كسب تجارب عديدة بالجهة وتعرف عن قرب عن الإشكالات والمشاكل التي تعرفها وعن الحلول المقترحة لضمان استمرارية الدينامية الحالية، لا سيما وأن الجهة تتبوأ الرتبة الثانية وطنيا على المستوى الاقتصادي. أما تعيين الوالي فريد شوراق فيجد جوابه في نجاح هذا الرجل في مهامه كعامل لإقليم الحسيمة، خصوصا وأن الإقليم عرف خلال فترة تواجد شوراق إنجاز مجموعة من المشاريع والأوراش الكبرى في عدد من القطاعات والمجالات الحيوية، أبرزها قطاع التعليم العالي والصحة والشباب والرياضة والتكوين المهني.